بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية معانا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هو فيديو سريع يخص إيه معيار الإيراد رقم 15 أو الأي إف آر إس رقم 15. حقيقي وقع قدامي مثال ظريف قوي لتطبيق المعيار أي إف آر إس 15، فحبيت إن أنا أتشاركه معاكم في الفيديو القصير ده. لو حضراتكم خدتوا بالكم كده، طبعا للي مش عارف الاي اف ار اس 15 هو المعيار الخاص بالايراد وتحققه وكيفيه واخبار حضرتك تسجيله او الاعتراف به من خلال خطوات معينه. طبعا المعيار كتير قوي، ولكن حقيقه الاهم بالنسبه لنا هو الخمس خطوات اللي حددها المعيار للاعتراف بالايراد. طيب، اولا ده مثال، لو حضراتكم بصيتوا كده ده مثال بسيط قوي، بيقول ان احنا في منشاه الف وقعت عقد البيع طائرات لمنشاه ب مقابل 100 مليون جنيه. اول حاجه حسب متطلبات او الخطوات اللي حددها المعيار اي اف ار اس 15 هو ان انا احدد العقد مع العملاء. ايه هو العقد؟ لازم ابقى فاهم العقد نفسه ايه. فبقول هنا العقد هو اتفاق ما بين طرفين يخلق حقوق او التزامات قبل التنفيذ. طيب، في الحاله دي ايه اللي حصل؟ منشاه الف مضت عقد لتسليم طيارات للمنشأة به، يبقى هو ده العقد بتاعي. طيب، العقد ده يتطلب أي التزامات؟ نيجي للخطوة الثانية اللي هو تحديد الالتزامات. التزامي هنا إيه؟ التزام الشركة ألف إنها تأدي أو تسلم الطيارات لب. خلاص؟ طيب، هل هنا في أي التزام آخر؟ يعني هل مثلا في التزام بتقديم خدمات صيانة أو إصلاح من ضمن هذا العقد؟ لا، في المثال الاولاني اللي احنا بنتكلم فيه ده مفيش. الالتزام الوحيد عليا او التزام الاداء الوحيد عليا هو ان انا ابيع الطياره دي لشركه ب. طيب، قيمه المعامله قد ايه؟ المعامله واخد بال حضرتك 100 مليون جنيه، يبقى دي الخطوه رقم 3. 4، تخصيص قيمه المعامله على الالتزامات. هنا ما عنديش غير التزام واحد وقيمه واحده، فيبقى ال 100 مليون كلهم مقابل واخد بال حضرتك الايه؟ التزام الاداء اللي عليا. يبقى ساعة ما هنا اعترف بقى بالإيراد، هعترف بيه امتى؟ لما تعترف المنشأة ألف بإيراد قدره 100 مليون لبيع الطائرات المنشأة به، عندما تفي بالتزاماتها في الأداء وهو تسليم الطائرات للمنشأة إيه؟ للمنشأة به، ويتم الاعتراف بالإيراد في الفترة المحاسبية عند استيفاء الالتزام، التزام الأداء. يبقى هنا الرك على واخد بال حضرتك استيفاء الالتزام، الفترة المحاسبية اللي هيتم فيها التزام الأداء هو ده الفترة اللي هنعترف بيها في الايه؟ بالإيراد. طب تعالى كده، لو انا قلت انا هعمل نفس المثال ده اللي هو تسليم الطائرة، تسليم الطائرة إلى المنشأة ب. طيب، وهنقول إن الطيارة دي لوحدها بتساوي 100 مليون جنيه. ده لو انا اللي هو ده المعلومه اللي كانت موجوده عندنا انا وحضراتكم. طيب تعالوا بس نعمل كده ونخلي هنا نعمل فورمات سيل عشان الارقام عندنا، نعمل سيبريترز كده عشان نقدر نشوف. ادي 100 مليون. طيب، ولو انا حبيت اضيف عقد، انا بطبق نفس المثال بس انا هنا ضفت التزام اداء كمان اللي هو ايه؟ صيانه كويس للطائرة تباع منفصلة واخد بال حضرتك ب 10 مليون جنيه. يبقى المفروض ان الاجمالي هنا لو انا بعت كل عقد من دول لوحده هو 110 جنيه. تمام، لكن انا عشان هنا بعمل عقد واحد فقلت والله لا انا هبيع الاثنين دول مع بعض واخد بال حضرتك بمليون، ب 108، ابيع الاثنين دول ب 108 مليون. طب هنا بقى انا هتواجهني مشكله، ايه هي؟ انا هلتزم او هعترف بالايراد امتى؟ طبعا وقت ما انا هاخد اسلم الطياره دي المنشأة به هعترف بال 100 مليون. طيب، ووقت ما اعمل الصيانه هعترف بال 10 مليون، ده اذا كان الاثنين عقدين ايه؟ منفصلين. لكن لو انا بتكلم هنا واخد بال حضرتك على عقد واحد يلتزم او في يتضمن التزامين والاثنين دول هيبقوا ب 108 فقط، يبقى انا محتاج واخد بال حضرتك انسب
كويس. ال 108 دي على الايه؟ الطائره، تسليم اللي هو التزام الاداء الاولاني لتسليم الطائره، والجزء الثاني. طيب يعني لو انا جيت هنا كده وقلت يساوي، وهجيب نسبه، او خليني حتى اعملها كده عشان حضراتكم ايه شويه، لو انا جيت هنا وقلت يساوي وخدت ده من الاجمالي اللي هو 110 كويس، وطبقت نفس الكلام ده على الجزء الثاني، يعني جيت هنا قلت كده الدوت على، بس كان لازم اثبت الخانه ماشي. طب وعاوز اعرف بقى هنا، خلي بال حضرتك ده النسبه والتناسب بتاعت لو انا بالسعر العادل ان انا هبيع كل التزام او هادي كل التزام ايه لوحده. طب انا عاوز اعرف القيمه هنا هتبقى عامله ازاي بقى. هاخد المبلغ الجديد ده واضربه في القيمه، ونفس الكلام واخد بال حضرتك هنا برضو كان لازم اثبت القيمه ماشي. فهعمل كده في، يبقى حضرتك لما ده هيتم الاعتراف بيه عند التسليم. طيب وهنا ده هيتم الاعتراف بس مش عند الايه؟ مش عند التسليم بقى، ده عند اداء الخدمة. يبقى خدت بال حضرتك هنا الإيراد هيتم التحقق، التحقيق امتى؟ يتحقق من الإيراد امتى؟ أو نعترف بالإيراد امتى؟ عند تقديم، واخد بال حضرتك، أو عند الوفاء بالالتزام. كويس؟ وساعتها ده هيبقى في فترة مثلا، وده في فترة أخرى. كويس؟ إذا تمت الصيانة في فترة إيه؟ في فترة أخرى. طيب ده بس زي ما أنا قلت كان مثال سريع كده على الاي فور اس 15 او المعيار الخاص بالايراد للتقرير الماليه الدوليه، بما انه كنت بشرح الكلام ده النهارده في محاضره التدريب. متشكر لحضراتكم جدا، تابعونا عشان فيديوهات تانية، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان توصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.